الحمد لله ذي الفضل والإنعام، ما إن انتهى شهر رمضان حتى أتبعه بأشهر الحج إلى بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه. أحل عليكم شهر رمضان ليغفر لكم من ذنوبكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، فوفق فيه من شاء لما أعده له من الفضل والإكرام، وخذل بعدله من شاء فلم يتنبه لنفسه قبل حلول أجله، ولكن فتح بابه للتائبين وأظهر غناه للراغبين، فمن تاب تاب الله عليه وألحقه بالصالحين. عباد الله، لئن انتهى شهر رمضان فإن عمل المسلم لا ينتهي إلا بموته. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من فضل الله أن المسلم حتى وإن مات إذا تسبب بأعمال صالحة تستمر بعده فإن أجرها يكتب له، وهذا من سعة فضله وكرمه بعباده. اتقوا الله عباد الله وواصلوا العمل الصالح، وإن شهر رمضان يختم بأعمال جليلة وطاعات عظيمة، يختم بالتكبير، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون، ويختم بصدقة الفطر التي هي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ويختم ويتبع بصلاة العيد التي يحضرها المسلمون من جميع أقطار البلد في صعيد واحد، يبرزون لربهم ليظهروا طاعته ويعملوا بشعيرة من شعائر دينه، كلها فضائل. يتبع شهر رمضان بصوم ستة أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها. فهذه فضائل عظيمة لهذا الشهر العظيم ولتوابعه. فاتقوا الله عباد الله، يا من تعودتم في شهر رمضان على ترك الذنوب والمعاصي والإقبال على الطاعات، واصلوا ذلك في بقية دهركم وعمركم، فإنكم إنما تعملون لأنفسكم ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون.
فواصلوا الاستقامة على الطاعة والبعد عن المعصية في رمضان وفي غير رمضان. يا من تعودتم في شهر رمضان على الصيام، واصلوا هذه العبادة العظيمة، فصوموا الأيام التي شرع الله صيامها من العام، 6 أيام من شوال، ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، و3 أيام من كل شهر، ويوم عرفة لغير الحاج، وعشر ذي الحجة بما فيها يوم عاشوراء. ومن ازداد فليصم يوما وليفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فمفاتيح الخير بأيديكم، وقد فتح الله لكم أبوابه وشرع لكم عبادته في كل وقت، فداوموا على طاعته، ولا تعتبروا أن شهر رمضان هو شهر العبادة وحده، وإنما العبادة في كل حين وفي كل وقت إلى أن يحين الموت. اغتنموا أعماركم قبل انقضائها، تنبهوا من غفلاتكم، توبوا إلى الله من زلاتكم، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وليس هذا خاصاً في رمضان، وإنما هو كل ليلة من ليالي الدنيا ينزل الرب سبحانه وتعالى ويحث عباده على أن يتوبوا إليه ويستغفروه ويسألوه. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير العظيم، ولا تتكاسلوا عن طاعة الله بعد خروج شهر رمضان، واحذروا ما يفعله كثير من الناس من اتباع رمضان باللهو واللعب وأنواع من المعاصي، يزعمون أنها ترفه عن أنفسهم، وكأنهم يغسلون ما كسبوه في رمضان من الحسنات فيتبعوه بالسيئات والغفلات وإضاعة الصلوات. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا قيمة الوقت، فإن الوقت لا يقدر بالأثمان، وليس لكم من هذه الدنيا إلا هذه الأعمار التي كتبها الله لكم لتستغلوها للآخرة وتزرعوها للآخرة، فلا تفرطوا فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم،
ولجميع المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وليس فقركم في رمضان فقط، وإنما أنتم فقراء إلى الله في كل لحظة وفي كل حين، فاطلبوا من الله أن يغني فقركم بطاعته ونيل مرضاته وجناته، فإن هذا الفقر لا يزول إلا بطاعة الله. أما من فرط في طاعة الله فإنه يبقى فقيرا في الدنيا والآخرة، ولعذاب الآخرة أشد. إن رمضان إنما هو معود على الخير ومرب على الخير، فيا من عودتم أنفسكم على الطاعات وترك المعاصي والسيئات في رمضان، استمروا على هذا العمل الجليل حتى يتواصل لكم الخير الكثير من رب العالمين، فإنه إنما جعل شهر رمضان موسماً يعودكم على الطاعات ويربيكم على نيل الدرجات، فلا تقصروا أعمالكم على رمضان. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فبادروا أعماركم قبل فواتها، وحاسبوا أنفسكم على زلاتها وهفواتها قبل أن يختم الكتاب على ما فيه من خير أو شر. إن المسلم ما دام على قيد الحياة فبإمكانه أن يتزود من الطاعات وهو بحاجة إليها أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأنتم بحاجة إلى هذا الزاد الذي تأخذونه من دنياكم لآخرتكم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. فلا تعتبروا شهر رمضان فقط هو وقت رجوعكم إلى الله وإقبالكم على طاعة الله، وإنما المسلم في كل حياته ولحظاته هو مع الله سبحانه وتعالى، ينتهز الفرص ويحفظ وقته فيما يفيده وينفعه عند الله، ولا يضيعه في الغفلات فيندم حينما يقول الله جل وعلا لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اتقوا الله عباد الله.
واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا أن الله سبحانه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأضعف قوتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم طغوا وبغوا وآذوا وضايقوا عبادك المؤمنين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج للمسلمين بالنصر والتأييد، فإنك وعدت عبادك المؤمنين بالنصر والتأييد، وأنت لا تخلف وعدك. اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتوبة إليك والرجوع إليك، حتى تنصرهم وتعينهم وتوصلهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولاتنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وقرب إليهم الجلساء الناصحين والبطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.